من بيروت ينضم إلينا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل. مرحبا بك أستاذ سامي. الوضع في لبنان يقترب من الفوضى الشاملة، ماذا أنتم فاعلون؟ يعني للأسف السلطة السياسية في لبنان تركت الأمور تتدهور بهذا الشكل، واليوم كل الشعب اللبناني عم يدفع الثمن استهتار حكامه بالمواطن اللبناني واستسلام السياسيين بلبنان لإرادة حزب الله يلي لا يزال هو الذي يدير الدفة في لبنان. فنحن بالمرصاد بالمواجهة، الشعب اللبناني عم يوجع كتير والمعارضة عم بتواجه بقد ما بتقدر بظل ظروف كتير كتير صعبة. امبارح كان في انتخابات نقابة مهندسين برهنت انه المعارضة هي قوية جدا وان الشعب اللبناني يريد التغيير، وهو بشوق الى انتخابات نيابية ليحاسب المسؤولين عن ادائهم. للأسف الامور اليوم يمكن ما تنتظر الانتخابات النيابية لأنه الانهيار الكامل والشامل على كل الأصعدة أصبح وشيك والمسؤولين عنا لا حياة لمن تنادي. المعارضة يعني إذا كنتم أنتم خارج مسألة تشكيل الحكومة في الكتائب اللبنانية أستاذ سامي، هل يضعكم في نفس السوية مع الشارع الذي تحرك؟ بعض الناس لا يقبلون أي حزب أو سلطة، وهذا ما أتت عليه النتائج، نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالأمس عندما انهزمت أحزاب السلطة كاملة. صحيح، نحن امبارح كنا جزء لا يتجزأ من تحالف المعارضة وكنا شركاء بهالمعركة الكبيرة اللي انقادت امبارح، وأثبتت هذه المعركة أنه هناك مساعي كتير كبيرة لتوحيد المعارضة نجحت امبارح بانتخابات المهندسين. نجحنا لأول مرة يمكن بجمع أكبر مروحة ممكنة من هالمعارضة يلي عم تنشط في لبنان من فترة طويلة، وهالوحدة هيدي أدت إلى انتصار كتير كبير. طيب، ونحن جزء لا يتجزأ من هذا التحالف وذلك بشكل رسمي وواضح وصريح. تسمح لي، ما بيحب يشوف هذا الشيء، تسمح بس نحن أستاذ سامي بتكرارك نتأسف عليه. نعم، نحن بالنسبة لنا اليوم، طيب، بتكرارك كلمة نحن تضطرني ردة فعل السلطة على انتصار امبارح. طيب، هذا الخوف تبعنا أستاذ سامي، تسمعني بتكرارك لكلمة نحن في المعارضة صحة وهنا يا أستاذ سامي، نحن في المعارضة تضطرني لأن أسألك وأنقل إليك ما يقوله بعض الناس الذين تظاهروا ضد السلطة وأحزابها. أنت تعرف في لبنان السلطة هي الأحزاب وهي الكتل ليس الشخوص. البعض ينظر إليكم أنتم حتى في الكتائب بأنكم جزء من السلطة وإن لم تشاركوا في الحكومتين السابقتين. لا، نحن صرنا من 2015 خارج بالمعارضة وبحالة مواجهة مع هيدي المنظومة، وبالتالي نحن ما بقى عنا شيء نبرهنه بهذا الموضوع. وإذا في بعض الأصوات عندها مشكلة معنا، في غير أصوات عندها مشكلة مع غيرنا، هذا ما بيعني أنه 90% من المعارضة ما توحدت امبارح وأنه نحن منا جزء منها. أكيد في دايما ناس متضررة وفي ناس خارج هيدا الإطار رح يكون عندها أكيد مشكلة، وهيدي المشكلة منا مشكلتنا. المهم امبارح الائتلاف الكبير اللي صار يلي نحن جزء أساسي منه يلي بيشكل إذا بدك تستطيع أن تعرفني عليه أستاذ سامي 90% من مجموعات المعارضة في لبنان، واخذنا المعركة سوية وربحنا المعركة إن شاء من شاء وأبى من أبى. طيب، هلا بضل في أصوات ضدنا أكيد، ما عندنا شك، مثل ما في أصوات ضد غيرنا كمان. طيب، بس الأساس اليوم جيد. طيب، وفي بشرة حلوة هالانتخابات اللي حصلت امبارح للشعب اللبناني.
طيب تستطيع يا أستاذ سامي أن تعرفني على المعارضة التي انتصرت بالأمس وتتحدثت عنها أكثر من مرة؟ صراحة التجمع اللي صار مبارح بيضم مجموعة كبيرة من القوى يلي البعض منها موجود قبل الثورة، بعض منها خلق خلال الثورة، في جزء منها شخصيات مستقلة سياسية موجودة، مروحة واسعة من القوى يلي هي يجمعها إرادة واضحة بالتخلص من هيدي المنظومة يلي الراعي تبعها هو حزب الله ويلي عم بتدمر لبنان وعم تاخد لبنان إلى الهاوية وإلى المهوار. هلأ أكيد بمرحلة أخرى رح نفوت بنقاشات سياسية يمكن ما نكون متفقين على كل النقاط، إنما اليوم هناك معركة مشتركة بالتخلص من هذه المنظومة وتجديد حياتنا السياسية وإعادة القرار للشعب اللبناني، والشعب اللبناني خلي هو يقرر شو بده ومين بده وأي توجهات بده إياها للمستقبل. اليوم المهم أنه نعطي له الشعب اللبناني القدرة بقول بأنه يقول كلمته، هذا هو بالنسبة لنا هو الأساس. فأنا بالنسبة لي اليوم مش هذا هو الخوف، الخوف أنه هذه المنظومة بعد نتائج مبارح تبلش تفتعل مشاكل مذهبية ومشاكل طائفية بين اللبنانيين لإعادة شد العصب الطائفي وتفرقة اللبنانيين عن بعضهم. طيب. وهذا اللي بتعمله بعد كل استحقاق مثل هذا، كل ما يكون في إرادة واضحة من الشعب اللبناني يعبر عنها بالشارع بالانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة وتغيير حقيقي بالمشهد السياسي، بتقابله هذه المنظومة السياسية بتحركات وبافتعال مشاكل ذات طابع طائفي ومذهبي لشد العصب الطائفي كرمال يرجع يقسموا الشعب اللبناني عن جديد، وهذا الفخ نحن ما رح نوقع فيه. طيب، من نجح في نقابة المهندسين هم مستقلون أستاذ سامي، وعدم تسميتك أي حزب ويعني الدخول في هذه الانتخابات يوحي ويشير تماما وبشكل مباشر أن من نجح في انتخابة نقابة المهندسين هم مستقلون. ماذا تقول يا أستاذ سامي للذين يقولون من المتظاهرين بأن بعض القوى السياسية تريد أن تركب موجة التظاهرات من أجل غايات سياسية؟ بفتكر أنه يلي عم بيحكي هذا الكلام منه متابع هالانتخابات اللي صارت، يعني صراحة هالانتخابات اللي حصلت مبارح هي نتيجة مسار طويل من الاجتماعات ومن المفاوضات ومن النقاش العميق بين كمية هائلة من مجموعات المعارضة ونحن من ضمنها. فكل اللوائح يلي والمرشحين يلي ترشحوا هن نتيجة توافق بين كل هيدي القوى المعارضة يلي كانت عم تشتغل سوية، ونحن اخترنا بهيدي المعركة المرشحين يلي ممكن يفوزوا بهيدي المعركة. نحن سمينا جزء من هالمرشحين، غيرنا سمى مرشحين آخرين، كل مجموعة من هالمجموعات يلي موجودة بهالائتلاف العريض سمت جزء من هيدي من هالمرشحين. طيب. يلي الهدف منهم إعادة استقلالية نقابة المهندسين ومصلحة المهندسين في لبنان، وبنفس الوقت التخلص من هيمنة المنظومة السياسية على نقابة المهندسين. إلى أي حد تشكل نتائج هكذا انتخابات أستاذ سامي بالدقيقة المتبقية يعني هاجسا يخيف السلطة القائمة بأنه إذ ما كانت هناك انتخابات نيابية لن تكون الوجوه ذاتها؟ صحيح، هن مشان هيك رح يعملوا كل شيء لمحاولة تشويه صورة ما حصل مبارح، محاولة تفرقة الناس عن بعضهم، محاولة خلق افتعال عبر التشويش الإعلامي يلي عم نشوفه بكل المحلات ويلي يمكن جزء منه وصل لعندكم تتكون عم تسألني هيدي الأسئلة، يعني التشويش وصل لعندكم على الإذاعة لمحاولة كب السم. لا 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 أبدا وتفرقة هالجبهة المعارضة الواسعة يا سامي يلي أبداً شكلت ويلي بتعطي أمل للشعب اللبناني، وما رح نخلي لحدا طيب.
القدرة بأنه يشوه صورة ما حصل مبارح وأنه يفرق هالناس عن بعضهم. أبداً لم يصلنا أي تشويش، يلي بيعطينا أمل نحن المستقبل. نستثمر هناك الوقت هناك ونستثمر سعة صدرك لنسألك كل الأسئلة التي يسألها اللبنانيون يا أستاذ سامي. لم يصلنا أي تشويش، أنا ما عندي ولا أي مشكلة أنه أصريت تسألني نفس السؤال ثلاث مرات، مشان هيك عم بقول لك، عم جرب وضح لك أنه المعلومات يمكن تماما عم توصلكم منا معلومات دقيقة، وبتمنى أنه تدققوا بهذه المعلومات. أنا بس اللي بتمناه كمان إذا بتسمح لي، هناك منظومة سياسية بال2016 استسلمت لإرادة حزب الله وانتخبت الرئيس ميشيل عون، وهذه المنظومة السياسية مكونة من كل الأفرقاء السلطة يلي نحن منسميهم أفرقاء السلطة أو المنظومة السياسية يلي نحن قلنا شرف أن نكون اعترضنا عليها ووقفنا بوجها وعرضناها على مدى ست سنوات الماضية. هذه المنظومة السياسية سرقت اللبنانيين وسلمت قرار لبنان للخارج، وسلمت سيادة لبنان لحزب الله، وهي سمحت لحزب الله بأن يتحكم برقاب اللبنانيين كما هو الواقع اليوم. عندما يتشكل في لبنان جبهة معارضة بهذا الحجم تريد التحرر من هذه المنظومة التجارية التي دمرت لبنان، أتمنى على كل المحبين للبنان أن يساعدوا هؤلاء بمعركتهم المحقة والشريفة والنظيفة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، وصدرك واسع بما فيه الكفاية يا أستاذ سامي.